جربوا عدوا معي. بتعرف تعد لغايه كام؟ لا بكره ما بنخلص اذا بدنا نكمل هيك. بس لا لا يا شماعه ما تشكوا بقدراته، هو بس حركته مش مظبوطه، انما عقله حديد حديد، ما هيك؟ And I sat down and I said America's back. And Mitterrand from Germany, I mean from France, looked at me and said said you know what, why how long you back for? ميتيران. متى توفي الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتيران؟ 1996. معلش عادي بتحصل زلة لسان يعني، أكيد بيركز بعدها. ركز ركز بايدن رح تنفضح. As I said yesterday, our military operation in Rafah along with Queen Rihanna. عن جد قال الملكة ريانا. بعتذر منك كوين رانيا، بايدن ما ترك فرصة إلا وخجلني فيها بالأسماء، إن كان أسماء رؤساء بينسى منني وهو وين لوين رايح، بصح الميتين بيحكي معهم، حتى بيو ما سلم منه، رجعه من الموت وقال إنه بعد عملية 7 أكتوبر بيو رجع لبيته بالمستوطنات ليجمع أغراضه، مع إنه بيو مات من 21 سنة بأمريكا. شيء واحد بس ما بينسى بايدن أبداً ولو مر عليه عقود وبيرددوا كل ما اجته فرصة. I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist and I'm a Zionist. بايدن بينسى أي شيء إلا إنه صهيوني، فتخيل إنه كل هيدا عمله بأربع سنين بس، طيب لو حكم أمريكا بعد أربع سنين تانيين، شو ممكن بعد يصير؟